مقابل التصعيد العسكري الذي يقوده حزب الله في الجبهة الشمالية مع إسرائيل، يأتي دعم الكلام من إيران على لسان وزير خارجيتها بالوكالة علي باقري أثناء زيارته تركيا. باقري الذي شبه غزة بالمستنقع ولبنان بالبئر التي ستبتلع إسرائيل بحسب وصفه، جدد التحذير لتل أبيب في حال قرر الجيش الإسرائيلي توسيع حربه مع حزب الله. لكن التحذير الإيراني اعتبره محللون أمرا علنيا لحزب الله بمزيد من التصعيد الميداني، إذ اعتبر مصدر سياسي لبناني للحدث أن التصريح الإيراني، ورغم أنه لم يحمل موقفا جديدا إلا أنه بمثابة عصا في عجلة المساعي الرامية لتجنيب لبنان حربا واسعة مع إسرائيل. ويستحضر المصدر نفسه حرب 2006 التي قضت على مقدرات لبنان ودمرت بنيته التحتية، متسائلا عن دور طهران بإعادة الإعمار حينها، إذ دفعت إيران حزب الله لجر لبنان إلى تلك الحرب وتركته يلملم الخسائر وحيدا، مستنجدا بالدول العربية التي أعادت إعمار المناطق اللبنانية بحسب المصدر. واليوم يعيد التاريخ نفسه، ففي حين يطالب اللبنانيون تجنيبهم مزيدا من الويلات في ظل الضائقة الاقتصادية، تستخدم إيران لبنان منطلقا لتصفية حساباتها مع إسرائيل. يختم المصدر: حرب استنزاف وتجاوز للخطوط الحمر، والحل حرب مباشرة مع حزب الله. هكذا توقعت أوساط إسرائيلية أن تغير الحكومة سياستها وتتجه لحرب مباشرة مع حزب الله لعدة أسباب. أولها التملص من حرب الاستنزاف مع الحزب الذي وسع دائرة أهدافه، مجبرا إسرائيل تخصيص جزء كبير من قدراتها العسكرية للشمال، بالإضافة إلى خلق ضغوط دولية على إسرائيل لوقف الحرب في غزة. كما اعتبرت الأوساط الإسرائيلية أن لا شيء يمنع حزب الله من تنفيذ هجوم مماثل للسابع من أكتوبر، وأن الخسائر الكبيرة بالممتلكات والأرواح جراء قصف حزب الله ومعاناة المستوطنين النازحين من المستوطنات الشمالية، بالإضافة لتحول السياسة الغربية تجاه لبنان من الاستيعاب إلى محاولة تبديد خطر حزب الله عسكريا، جميعها قد تدفع لتغيير السياسة الإسرائيلية واندلاع حرب مباشرة في لبنان.